أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من الطاولة المستديرة. استمر الانقسام بين معسكرين، أحدهما يضم روسيا والنظام السوري، والآخر به الولايات المتحدة والنظام التركي، بشأن الوضع في إدلب شمال غرب سوريا، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي. وعقد مجلس الأمن جلسته بعد التصعيد الأخير في إدلب الذي قتل خلاله عشرات من جنود الاحتلال التركي، حيث تبادلت فيها الأطراف الأربعة توزيع الاتهامات، فيما دعت بريطانيا وأعضاء آخرون لوقف إطلاق النار في الشمال السوري، واتهمت واشنطن موسكو ودمشق بمخالفة اتفاق أستانا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورا في منطقة إدلب. جيش الاحتلال التركي أكثر من 33 جنديا في غارة جوية لقوات النظام السوري، وهو ما اعتبره مراقبون ضربة قوية لرجب طيب أردوغان الذي اتخذ قرارات همجية فور الضربة. مهلة وتهديد، تصعيد ووعيد، نيران وقتلى. المشهد باختصار يتحدث عن إدلب التي باتت على صفيح ساخن عقب مقتل 33 جنديا للاحتلال التركي بغارة لطيران النظام السوري. وعلى الفور ولحفظ ماء الوجه، أنقرة تعلن استهداف أكثر من 200 موقع لقوات النظام السوري ردا على الغارة. وموسكو تؤكد أن الجنود كانوا في مناطق هجومية خارج مواقع نقاط المراقبة في إدلب، وتشدد على ألا حل وسطا مع الإرهابيين. وفي ظل كل هذا التعقيد والصفعة على خد أنقرة الذي وجد سلطانها نفسه في مأزق كبير، فهو لا يستطيع التورط في حرب مباشرة مع دمشق وحلفائها روسيا وإيران، في ظل موازين قوى عسكرية ليست لمصلحته وخذلان حلف الناتو والولايات المتحدة بعدم التجاوب مع طلبه تقديم الدعم العسكري له لفرض حظر للطيران فوق إدلب، وذلك تجنبا لمواجهة واسعة مع روسيا. وفي ظل عدم وجود تأييد داخلي تركي كاف يدعم خيار الدخول في حرب ليس لها أي مبرر، مرتبط بحماية الأمن القومي التركي من تهديد داهم. وبعد أن أدرك أردوغان أن حلف الناتو لن يساعده في فرض حظر جوي فوق سوريا من دون الرجوع إلى مجلس الأمن حيث سيصطدم بفيتو روسي، عاد واتصل بالرئيس بوتين وبحثا تنفيذ الاتفاقات بشأن إدلب، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وأدى التصعيد الأخير في إدلب المعقل الأخير لفصائل مسلحة موالية لتركيا إلى انهيار محاولات أنقرة وموسكو اللتين تتعاونان منذ عام 2016 على وقف المعارك في سوريا رغم اختلاف مصالحهما. إذ تؤكد المعطيات أن كل مساعي أردوغان ذهبت أدراج الرياح، خاصة بعد أن طلبت أنقرة دون جدوى نشر منظومات باتريوت الدفاعية الأمريكية على أراضيها، معطيات أسقطت كل أوراق التوت عن أردوغان الذي يطبق عليها المثل القائل تمخض الجبل فولد فأرا. ويؤكد المراقبون مع انتهاء المهلة ستكون هي اللحظة التي يمكن أن نرى أردوغان يتراجع ويعود إلى طلب المساعدة من روسيا للنزول من أعلى الشجرة وإيجاد مخرج لتراجعه يحفظ له ماء الوجه لسلطان موهوم كل خياراته شديدة الصعوبة وتتضمن جميعها مخاطر هائلة. وللحديث عن إدلب التي باتت على صفيح ساخن، يسعدني أن أرحب بضيوفي لليلة، معي من جدة دكتور محمد الحربي خبير استراتيجي وسياسي، ومن واشنطن دكتور إيدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون، ومن موسكو دكتور عباس حبش متخصص بالشؤون العربية والروسية. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم دكتور إيدموند غريب. لو أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدنك بعد التحية لك، اليوم تنتهي المهلة التي منحتها أنقرة لقوات النظام السوري لوقف عملياتها في شمال غربي البلاد، برأيكم هل يمكن لتركيا أن تنفذ تهديداتها أم ماذا؟ أحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا بك. دون شك ما نراه الآن فعلا مقلق على الأرض في إدلب. هناك تصعيد تركي، هناك ردود فعل سورية، كان هناك تقدم عسكري للجيش السوري واستعادته للسيطرة
على مساحات كبيرة داخل في ريف حماة وريف حلب وفي مناطق أخرى، وأيضا خسارة حدث تراجع في سراقب، مع العلم بأن هذه قد لا تكون نهاية المعركة هناك. وبالتالي فإن الوضع متوتر جدا. هناك الموقف التركي، تركيا تبعث بقوات جديدة، وهي أيضا تبعث برسائل للغرب، خاصة من خلال فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين، الحدود للذهاب إلى أوروبا، وهذا طبعا أمر مقلق للأوروبيين جدا، خاصة بعد بعض الحوادث الإرهابية التي شهدتها دول أوروبية. بل ولكن أهم من ذلك ردود الفعل التي كانت إلى حد ما عنصرية في بعض الدول وفي أحيانا، وهي أن العداء للأجانب للسوريين وغيرهم الذين جاءوا إلى أوروبا، وبروز الحركات الشعبوية التي بدأت تهدد الحكومة الحكومات القائمة في أوروبا أيضا بأن تأتي حكومات جديدة لها وجهات نظر مختلفة تماما عن الحكومات الحالية. لذلك أعتقد أن الوضع خطر، ولكن في نفس الوقت فأن الرئيس كما تفضلت وذكرت أن الرئيس التركي وضع نفسه في وضع صعب إلى حد كبير، لأنه تدخل في عدة مناطق. هناك لديه مشاكل في ليبيا، لديه مشاكل مع اليونان، لديه مشاكل مع دول المتوسط حول الاتفاقية التي عقدها مع ليبيا، هناك أيضا إرساله لقوات كبيرة في سوريا، وهناك أيضا رد الفعل الآخر من جانب السوري والروسي. طبعا الحكومة التركية حتى الآن تركز، تقول صحيح أنه كان دعم، هناك دعم روسي، ولكن تتهم الجيش السوري بالهجوم وقتل الجنود الأتراك، وربما ذلك تريد أن تبقي مساحة من هامش من المناورة لفتح الحوار مجددا مع، وكان هناك حديث هاتف بين الرئيسين التركي والروسي، وبالتالي فهي تريد أن تبقي خطا مع موسكو. ولكن القيادة التركية هي في وضع صعب الآن، لأن الروس وأيضا تبنوا موقفا متشددا، حتى أنهم رفضوا فكرة الحلف الاجتماع الرباعي، وقالوا بأنه لن الرئيس الروسي ليس لديه الوقت للحضور الاجتماع في إسطنبول مع الرئيس التركي. إذن الوضع خطر جدا. فيما يتعلق على الأقل بحلف الناتو، حلف الناتو قد عبر عن دعمه للموقف التركي، نهدد بالهجمات الروسية والسورية في على القوات التركية، واعتبروا ذلك كما سمعنا من المسؤولين السفراء في الذين يمثلوا دول حلف الأطلسي في مجلس الأمن، بأن هذا الهجوم كان هجوما وحشيا، وأنه كان هجوما مقيتا، وأن الدول الغربية تقف إلى جانب حليفتها تركيا. ولكن هذا لا يترجم ولم يترجم دكتور إدموند، يعني طرح جميل ودقيق وفي غاية الأهمية، ولكن اسمح لي أن أؤجل هذه النقطة إلى متن الحلقة، وحتى لا أطيل على ضيوفي الآخرين اسمح لي أن أذهب إلى موسكو لأرحب بضيفي من هناك دكتور عباس حبش، الذي لأول مرة بيشرفنا وبينورنا ببرنامج الطاولة المستديرة. أهلا بك دكتور عباس. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللمشاهدين والضيوف الكرام. حياك دكتور عباس. يعني حقيقة أسئلة كثيرة الآن لهيب في الميدان الإدلبي، إدلب على صفيح ساخن، تطورات دراماتيكية ذات طابع الدموي، سقوط جنود للاحتلال التركي، اليوم تنتهي مهلة أردوغان. برأيكم ما الأسباب الحقيقية التي تمنع رجب طيب أردوغان من العدول عن هذا الأمر؟ إذا كنت تقصد العدول عن قراره بأنه سوف يدخل في معركة كبيرة جدا على الأراضي السورية، فهو قد دخلها، ودخل هذه المعركة منذ عدة أيام، وسبق الوقت الذي حدده، وأعتقد هنا بأنه أغرق نفسه في مستنقع أكبر بكثير مما كان يتصوره. هذه من ناحية. من ناحية تانية، فالموقف التركي بالفعل وصل إلى مرحلة من غير المصداقية بكل الاتفاقيات التي تمت بين روسيا وتركيا على الأقل وإيران، يعني وأخذت على عاتقها إيران، أخذت على عاتقها تركيا أن تكون ضامنا. ضامنا لمن؟ هذا السؤال الكبير.
هي أخذت على عاتقها أن تكون ضامنا لكي تفصل المنظمات الإرهابية التي الدولة السورية من ناحية وحتى الدولة الروسية تعتبر كل المجموعات المسلحة الخارجة عن الإطار ضمن النظام السوري هي منظمات إرهابية، حتى الدولة السورية الروسية تعتبر ذلك. ولكن ذهبوا مع أردوغان بحسب الشعارات التي رفعها بأنه هناك يوجد معارضة ولو كانت مسلحة علينا أن نروضها حتى تعمل بإطار سياسي فيما بعد. ذهبت روسيا معه من أجل أن يفصل المجموعات الإرهابية وتحديدا جبهة النصرة، تحديدا جبهة النصرة التي هي حتى في تركيا في الولايات المتحدة الأمريكية وعند الغرب وعند الروس والعالم كله يعرف ذلك بأنها مجموعة إرهابية، ومجلس الأمن حتى أخذ قرار بهذا الموضوع. لم يفعل أي شيء على مدى سنة ونصف، حتى أنه من الغريب منذ البداية وكان الروس يعلمون ذلك، ولكن كان استغرابهم على الأقل في البداية بأنها حالات على الأرض. ربما ذهب مع الجنود الأتراك إلى بعض المناطق السورية التي اعتبروها مناطق مراقبة، حتى مجموعات قيل هنا في الصحافة الروسية بأنها مجموعات تابعة لجبهة النصرة. يعني أنه من الأساس هو لم يكن على استعداد لأن يفصل المجموعات الإرهابية عن المجموعات اللا إرهابية التي هو كان يعتبرها بذلك. لذلك هذا الموضوع طال جدا، وبالفعل الروس هذا بالإضافة لأنه لو عدنا إلى الاتفاقية وقرأنا التفاصيل تبع علما بأن هناك ربما لا يوجد تفاصيل لا نعرفها، ولكن في التفاصيل وفي النقاط المحددة هناك أوقات محددة، 3 أشهر نفصل مجموعة أخرى أولا ثم نفصل 15 كيلومتر يسحب فيها السلاح الثقيل من المجموعات المسلحة. صحيح. هذه واحدة. الثانية بأنه لا يتم قصف المناطق المدنية في حلب أو في الكرة السورية الأخرى في محافظتي حماة وحلب وإدلب، ولكن استمر التكفيريين والمسلحين، والغريب في الأمر بأنه غير معروف من كان هذه جماعة أردوغان في سوريا أم أنهم جبهة النصرة. الجميع كان يقصف، الجميع كان يتعدى على المدنيين السوريين الذين يحملون سلاح ضياء عام. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك اتفاق على أن الخط توستراد M4 و M5 يجب أن يفتح، هذا في الاتفاق، والاتفاق الروس تعلموا من لقاءاتهم مع أردوغان بأن الاتفاق الشفهي لا يكفي. هذه اتفاقات مكتوبة على الأوراق موقعة من خبراء، لا أقول أنا موقعة من رئيس روسي أو من رئيس تركي، هي عفوا لا عليك، هي موقعة من خبراء، وعلى أساس أن هذه الطرقات لوقت ما يجب أن تفتح، ولكن بعد 2 تقريبا لم يتم لا فصل المسلحين صحيح الإرهابيين عن غير المسلحين، ولم تفتح الطرقات. يعني لو ألخص لك كل ما تفضلت به دكتور عباس، هو نص الاتفاق أنه لغاية 2000 قبل نهاية عام 2018 يجب فتح الطريق M4 و M5، وأيضا يكون هناك عزل كما وصفتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالفصائل الإرهابية عن فصائل المعارضة المسلحة بين قوسين كما طلبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن. حتى لا أطيل على ضيفي من جدة دكتور محمد الحربي، مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير لكل ضيوفك الكرام دكتور إدمون ودكتور عباس. أهلا بك حياك. ولمشاهديك الكرام أيضا. أهلا وسهلا دكتور محمد. لو سألتك بصلب الموضوع وبعنوان حلقتنا لليلة بين خذلان الناتو ورسائل النار الروسية، ما هو مخرج أردوغان؟ مع العلم بأن هناك أصوات داخل ما يسمى قصر أردوغان الذي مبني على أوهام السلطنة تطالب بدخول حرب حقيقية تقليدية هذه المرة مع الروس داخل الأراضي السورية. تفضل المنبر لك. لا، هو في الحقيقة هو الوضع الجيوستراتيجي المتغير دائما على الأرض السورية، هي سياسة الأقطاب، المحاور، الاتفاقات الهشة
لهم مسارات استانا ومن والتالي اتفاق سوتشي، التفاهمات، المحاور، هناك المحور الروسي السوري، المحور الروسي التركي، المحور الأمريكي التركي، المحور الأمريكي الكردي. الآن الوضع يعني جدا متعقد، يعني منذ 2012 يعني لو تكلمنا أول ما أطلق فكرة المنطقة العازلة والرئيس أردوغان وتتوالت 2014 2015 وحتى 2018 وحتى عملية لغصن نبع السلام، نبع السلام اللي 500 كيلو كان يخطط عليها في 30 كيلو، اللي هي منطقة عازلة أو أحيانا يسمونها منطقة آمنة، منطقة حظر طيران، نقل ما شئنا، لكن أنه كله يندرج تحت للأسف الشديد تحت مبدأ الانتهازية، القرارات والاتفاقات، الأصدقاء الأعداء، الفرقاء الشركاء، الموقف ليس على قاعدة صلبة. نقطة تحول مهمة أود أن أشير إليها أستاذ وعد، وربما ضيوفك الكرام يوافقوني عليه، اللي هي 2018 قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من منبج وعين عيسى والمناطق هذه والتحول إلى أقصى شمال الشرق وترك المجال للقوات التركية، كان له أثر عظيم، خاصة أنه كانت تصريحات الرئيس ترامب مرتبكة غير واضحة، يعني طمأن الأكراد وطمأن الأتراك في نفس الوقت، وهذا لا يتماشى. الموقف الناحية الإنسانية، وهذا ما يستغله الرئيس أردوغان اللي أخذ من أوروبا 6 مليار يورو وفق المفوضية الأوروبية، يعني صرف له 2.6 مليار يورو وعقود 4.2 مليار يورو كلها للنواحي الإسرائيلية، وشرطوا عليه إيقاف الهجرة والنزوح إلى أوروبا، فأخذ هذه الورقة من مبدأ الانتهازية، والشعب السوري ينساق إلى الموت، يعني وينطبق عليهم المثل اللي هو المستجير المستجير بعمر في كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالوضع يعني الآن متعقد جدا جدا، وننتظر الموقف. دكتور إدموند، يعني بشكل أو بآخر في جزئية ما دكتور محمد كما فهم طرحه بأن تقع على الولايات المتحدة مسؤولية بشيء أو بآخر لكل ما يحدث الآن في سوريا، وشيء بشيء يذكر. لو سألتك الآن اعتقادك كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي في هذه اللحظات العصيبة على الشعب السوري؟ أولا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، من الواضح أيضا أن الحكومة الأمريكية على الأقل على لسان المبعوث أو من الشخص المسؤول عن الملف السوري في الإدارة الأمريكية، وهو السفير السابق جيفري، كان سفيرا في تركيا وفي العراق. جيفري عندما زار تركيا قبل حوالي أسبوعين وبعد مقتل 2 أو 3 من الجنود الأتراك، عبر عن دعمه القوي لموقف الحكومة التركية، وصف الجنود الذين قتلوا بأنهم شهداؤنا، وعبر عن تعاطفه مع أسر هؤلاء الجنود، وتحدث باللغة التركية. ثم بعد ذلك، بعد الهجوم الأخير الذي قتل فيه عدد كبير، سمعنا من كبار المسؤولين الأمريكيين على لسان وزير الخارجية، على لسان الرئيس الأمريكي، وعلى لسان السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تنديد بالهجوم الروسي السوري كما قالوا، وقتل الجنود الأتراك الذين كانوا في وضع يدافعون عن أنفسهم، وفي نفس الوقت أيضا كان هناك مطالبة بوقف إطلاق النار. في نفس الوقت أيضا نعلم أن هناك تعاطف على الأقل من قبل الإدارة وتعبير عن الدعم، ولكن كيف يترجم هذا التعاطف على أرض الواقع؟ من يبدو أن الإدارة الأمريكية أولا لا تزال ذكرت اليوم آخر المعلومات والتسريبات التي برزت بأن هناك خلاف كبير بين وزارة الخارجية والدفاع. وزارة الخارجية وخاصة السفير جيفري يرغب في من ناحية إرسال صواريخ باتريوت إلى تركيا لدعمها ولمساعدتها على حماية أجوائها
عليها ولا على نشرها داخل الحدود التركية. وأيضا السفير جافري لمح إلى احتمال أيضا التعاطف مع الطلب التركي فيما يتعلق بإقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب أو على الأقل دراسة هذه الفكرة. ولكن ما سمعناه أيضا هو أن وزارة الدفاع الأمريكية تعارض هذين الموقفين بقوة، فهي تعتقد لأن إرسال صواريخ الباتريوت سيعتبر سابقة كما قال أحد المسؤولين، نقل على لسان أحد مسؤولي وزارة الدفاع، وأنها أيضا سيكون لها تداعي عمل متهور قد يكون له تداعيات خطيرة، ولذلك يجب عدم القيام بذلك. كما أنه استبعد تماما فكرة إقامة منطقة حظر جوي فوق إدلب، وذلك تلميح ولكن لم يقال ذلك بسبب الخشية من مواجهات مع الروس. وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية قد تقدم دعم استخباراتي، دعم لوجستي، ربما تقدم بعض المعدات لتركيا، ولكن من المستبعد على الأقل حتى الآن بعد جدا أن تدخل الولايات المتحدة في مواجهة على الأرض السورية. يعني هذا الطرح دكتور عباس حبيش حقيقة يفتح باب على مصراعيه لسؤال كبير جدا، كيف تقرأ موسكو هذه التصريحات الأمريكية، وما هي أوراق قوة لدى رجب طيب أردوغان بأن يكمل ما قام به بتدخل عسكري أو رفع سقف التهديدات إلى درجة كبيرة كما يقال؟ لأجيب بالأول على السؤال بما يخص ما هي الأوراق عند أردوغان. أردوغان أصبح عاريا تماما سياسيا دوليا، وربما بعد حين سنسمع حتى داخليا. هذا موضوع جدا دقيق، هو دخل في صراع مع الأمريكيين على أساس بأنه هو الأكثر شطارة منهم بالأمور الإقليمية وإلى آخره، دخل مع صراع مع السعوديين مع الأكراد مع السوريين مع كل العالم. لا يوجد ثقة عند الأمريكي حتى الآن نهائي بأردوغان، هذه حقيقة لذلك لا توجد عنده أوراق. الأوراق هي الأوراق المذلة الذي يحاول أن أهانه منذ فترة، شهر لم يتجاوز الشهر أهانه الرئيس الأمريكي عندما قال له خلال ساعة يومين سأدمر الاقتصاد التركي، وأهانه بكلمات غير جميلة يعني لنقل. فما كان الرد؟ ما عنده، لا يوجد عنده دعم أمريكي. هناك بالفعل صقور في أمريكا من مبدأ العداء لمنطقتنا، مبدأ الدولة العميقة الأمريكية التي تعتبر كلما كان عندنا تقسيم أكثر كلما كان أعداء العرب هم أقوى. هؤلاء موجودون، ولكن لنعود إلى الباتريوت يعني بشكل ببساطة، لنتحدث ببساطة. لا، أنت لا تستطيع أن تسوق سيارة، يعني يعطوك باتريوت يعني سيكون هناك خبراء أمريكيين، وأن تستعمل روسيا S-400 سيكون هناك خبراء روس حتما. هذه معركة كبيرة أكبر من أردوغان. يعني أردوغان بالفعل هو يعني يحاول أن يثبت لنا بأنه هو السلطان الجديد أو العثمانية الجديدة. على من؟ على دول مثل أمريكا وروسيا؟ هذه ليست من حجمه. هو كبر نفسه وتسلق شجرة، يحاول أن يجلس مع كبار ما يقولون رؤساء العالم. هو ليس بهذا الحجم أبدا. الروس والأمريكان لا يدخلون في حرب مباشرة من أجل أردوغان، هذا حتما، هذا أولا. ثم أردوغان هو دخل الأراضي السورية باحتلال، يعني الأمريكان هم أيضا فعلوا ذلك، ولكن ربما لنقل الأمريكي حتى الآن لم يقتل من السوريين بالكم والعدد. لا أبرر الأمريكي دخوله أبدا، ولكن هذا واقع. لم يدخل الأتراك يستعملون الأراضي السورية، يقتلون بالسوريين، ينقلونهم إلى ليبيا، ثم يهونونهم ويذلونهم على الحدود الأوروبية، يحددون لهم عدد الحافلات التي ستنقلهم. على كل أحوال
المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية كذب كلام أردوغان عندما قال بأنه تجاوز الحد 4000 إلى حدود 4000، هو تحدث عن 20000 وربما 30000، وكأنه يعطي أوامر لخذوهم وارموهم على الحدود. يعني هذا الذل للسوريين وقتل السوريين لم يفعله أحد في التاريخ، لم يفعله أحد. فلذلك لن تدخل أمريكا بصراع عسكري مع الروس، لن تدخل. وروسيا أساسا هذا أمر محسوم وأنتم ترون ذلك منذ زمن بعيد، كان قرارهم بأنهم مع الحفاظ على الدولة السورية بغض النظر عن من هو النظام. هذه هي المسألة الأساسية. دكتور محمد الحربي، يبقى السؤال أين هو الدور العربي في كل ما يحدث من شد وجذب بين فرقاء ولاعبين كثر، مغيب تماما الدور العربي في إدلب السورية وفي الملف السوري بات يكاد يكون بشكل نهائي. أستاذ وعد، شوف الآن حجم المناورة التركية لا تتعدى 7% من مساحة سوريا البالغة 185,000 كيلومتر مربع، هم الآن مناورتهم وعلى الشريط من جرابلس حتى غرب القامشلي، منطقة اللي منطقة نبع السلام وسط عمليتهم. هذه حجم المناورة. الأتراك أو أوراق الأتراك ضعيفة بالنسبة للدعم، هم خذلوا حقيقة. اللي نتكلمنا على وحدات حماية الشعب ومكونها الرئيسي قصد، خذلوا منذ تأسيسهم في أكتوبر 2015. هما محور التوازن، هما القوة، التحالف المتعدد الأعراق الذي يشمل الأكراد والعرب كمكون رئيسي، والسريال والتركمان وجميع المكونات، أنا لا والتركمان والأرمن، يعني لا أريد أن أنسى أي طائفة. هو حليف مشترك، نقطة ارتكاز مهمة. لو دعموا منذ البداية ولم يخذلوا، وهم يملكون مساحة عملاقة ما يقارب ثلث مساحة سوريا، جميع محافظة الرقة، عفوا نصف محافظة الرقة وأكثر محافظة الرقة، الحسكة وحتى حدود العراق، نقطة محور ارتكاز هام جدا جدا. فأنا أتوقع أمريكا الولايات المتحدة بيدها الحل، بيدها الحل الولايات المتحدة الحمراء، ودول الخليج العربي تحاول بقدر المستطاع دعم الأمن والاستقرار في سوريا بأكملها. لكن لا يمكن للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أن تدخل في تحالفات واستقطابات وأمور أخرى. فالآن لو قلنا كخارطة الطريق العول على وحدات حماية الشعب وقصد، هذا باختصار، لأن حقيقة هم يعني لا يملكون عداء مع أحد ما عدا الأتراك، فهم يعني وضعهم مستقر آمن، إدارتهم منظمة. لا، كان لهم دور عظيم عظيم في دحر 2014 داعش وجبهة النصرة والجبهات الإرهابية كلها. هم يعني نقطة توازن وأمن وأمان في المنطقة السورية وخاصة في الشمال الشرقي. يعني طرح جميل، ولكن للتصحيح وحدات حماية الشعب هي جزء من قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من كل مكونات الشعب السوري بعربها وكردها وسريانها وأشورها وشركسها، والقائمة طويلة. نعم دكتور إدموند غريب، بعد استماعنا إلى طرح الدكتور محمد بأن الحل يكمن لدى الإدارة الأمريكية، الآن يبدو بأن إدلب ستدخل واشنطن إلى جانب أنقرة، بدي أسألك، هل ستدخلها من باب عودة العلاقات مع أنقرة، أم سيكون هناك سيناريو بسيط لحفظ ماء الوجه كما يقال، أو موضوع رفع عتب بأن تركيا هي بالآخر دولة عضو في الناتو؟ أستاذ دكتور إدموند غريب. بدون شك، أولا فيما يتعلق بموضوع الناتو، هذه المسألة واضحة إلى حد كبير، ورأيناها أيضا عندما قامت تركيا بإسقاط الطائرة الروسية في عام 2015، وذلك بأن المادة الخامسة في ميثاق حلف شمال الأطلسي تقول بأنه إذا هوجمت إحدى الدول الأعضاء فإن الدول الأخرى ملتزمة بتقديم الدعم لها،
وهذا يعني بأنه إذا كان هناك هجوم سوري أو روسي في هذه الحالة على الأراضي التركية فإن على الأقل حسب الميثاق الدول الأعضاء الأخرى يجب أن تقدم الدعم. طبعا ليس بالضرورة كل دولة يمكن أن تفعل ذلك، ولكن إجمالا هذا هو الفهم. ولكن إذا كانت هذه الدولة هي تشن هجوم في أراضي دولة أخرى فالأمر مختلف، وبالتالي فأن هنا تأتي نقطة المسألة الصعبة بالنسبة حتى لو أرادت بعض دول الحلف تقديم هذا الدعم فأنه سيكون من الصعب تبريره والحصول على موافقة من كل أعضاء الحلف. كما قال بعض وزراء خارجية الأوروبيين أن تركيا تقوم بمهاجمة أو بالدخول في أراضي دولة أخرى، وبالتالي فأنها هي ليست متعرضة لهجوم، وبالتالي فأنه لا تنطبق المادة الخامسة عليه. ما الذي يمكن أن يحدث؟ بدون شك طبعا الرئيس التركي يجد نفسه في وضع صعب، وذلك خاصة بعد المتغيرات الأخيرة. التقدم الذي حققه الجيش السوري غير الواقع إلى حد كبير على الأرض في سوريا، وهذا مزعج له. موضوع فتح الطريقين أو محاولة فتح الطريقين السريعين M4 و M5، وتركيا وحلفائها لعبوا دورا في منع فتح هذا الطريق، على الرغم من أن تركيا حسب اتفاقيات سوتشي كانت ملتزمة بالمساعدة على فتح هذين الطريقين في أواخر 2018 صحيح. في أقصى حد. أيضا كان هناك كلام عن سحب الأسلحة الثقيلة من المنظمات الإرهابية، وهذا أيضا لم يحدث. ولكن أيضا تركيا قلقة من هذا الوضع، لأن إدلب كانت المنطقة الأخيرة التي لا تزال تسيطر عليها قوى متحالفة أو صديقة لتركيا. في نفس الوقت تركيا لا تزال قلقة، كما عبرت اليوم السفير التركي في الأمم المتحدة عن خشية من قيام كيانات إرهابية، وفي ذلك ما فهم في أنه إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، إلى وحدات الحماية الشعبية، أو إلى فكرة قيام كيان كردي على الحدود تعتبره كيان إرهابي كما قال في الأمم المتحدة. وبالتالي فأن المسألة الكردية لا تزال قريبة جدا أيضا من فكر الرئيس التركي عندما يتدخل في سوريا. وهو دكتور إدموند، يعني اسمح لي لمقاطعتك، ولكن حتى لا تمر هذه النقطة مرور الكرام، الكل بات يعلم بأن أردوغان يتذرع تارة بموضوع إدلب، تارة بموضوع الملف والقضية الكردية. يعني أليس الآن بات على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك تماما نوايا رجب طيب أردوغان في هذه المسألة دكتور إدموند؟ فعلا كان هناك رد فعل على ذلك من عدد من أعضاء الكونغرس في الذين انتقدوا السياسة الإدارة. هؤلاء عبروا عن عدم ثقتهم بالسياسة التركية، وكما ذكرتم وكما ذكر ضيوفك الكرام الدكتور محمد والدكتور عباس، وبالتالي فأن هناك مشاكل كثيرة يعني إذا بدأنا فيها لا أعلم متى ننتهي بين الولايات المتحدة وتركيا. وقد أزعج الأمريكيين أكثر شراء الصواريخ S-400، بالإضافة إلى الخلافات الأخرى التي لا علاقة لها بروسيا. ولكن هناك أيضا قوة داخل المؤسسة الأمريكية وقيادات تعتقد بأنه يجب استغلال هذا الظرف الآن حاليا لتوسيع الهوة بين روسيا وبين تركيا، لإبعاد الأتراك عن الروس ولإعادتهم إلى الحليف التحالف الغربي أو الأمريكي إلى حد ما. وبالتالي فأن الولايات المتحدة وحلفائها قد يستغلوا هذا الوضع، ولكن في نفس الوقت هم يعرفون جيدا بأن السياسات التركية هي خطرة على مصالحهم. ولذلك برزت هناك في الآونة الأخيرة بعض الأصوات قليلة ولكنها موجودة بين بعض المحللين الذين يعتقدوا بأن الدول الغربية قد تكون أيضا مساهمة في توريط مساعدة الرئيس التركي على التورط في سوريا، وذلك بهدف إضعافه وحدث
أن بدأنا نرى تغيير داخل تركيا نفسها، الانتخابات كما أظهرت الانتخابات الأخيرة وخاصة انتخابات اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى التي خسرها حزب العدالة والتنمية. دكتور عباس، بالعودة إليك، وكأن لسان حال دول الناتو تقول لأردوغان اقترف أو اجني ما اقترفته يداك في الملف السوري. لو سألتك في ظل هذه المتغيرات الجديدة، هل تغيرت أو تغير السلم أولويات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لذلك يرفض بشدة موضوع لقاء ثنائي أو ثلاثي أو حتى رباعي وقمة رباعية مع أردوغان؟ إذا فهمت السؤال، أولا أريد أن أعلق على ضيفين كريمين في نقطتين لو سمحت لي. تفضل، تريد تعقيب؟ تفضل، من برلك. نعم، أريد التعقيب على الصديق من المملكة العربية السعودية. الحل في سوريا هو ليس في يد الولايات المتحدة الأمريكية أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن تضع حلا كاملا لسوريا إذا وقع الرئيس السوري على اتفاقية سلام مع الإسرائيليين، هذا نعرفه جميعا. هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أصدقاء. التاريخ أثبت بأن مصالح أمريكا هي أكبر من أي علاقات صداقة. كما انسحب الأمريكيين من بعض المناطق التي قصد كانت تديرها لنقل ذلك، سيذهب أيضا المناطق الأخرى، تأكدوا تماما هذا الموضوع، إذا اتفق مع الأتراك على الأكراد وعلى السوريين معا. هذه هي السياسة الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، بمسألة أن برنامج الرئيس الروسي لم يتغير، بالفعل نحن كنا نقرأ في ما بين السطور عند السياسيين الروس الكبار، لأن الرئيس الروسي لو انتبهنا جيدا لم يرد ولا مرة واحدة على كل خطابات أردوغان أبدا. كان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية هو الذي يعلن المواقف، ووزارة الخارجية الروسية لم يكونوا راضين جدا عن مسألة اللقاء بين ميركل وماكرون الرئيس الفرنسي ومستشارة ألمانية وبوتين أردوغان. كان أردوغان بذلك يبحث عن مساعدين له في محاولة استعمال الموضوع الإنساني بمسألة إدلب بغض النظر عن وجود الإرهابيين، ولذلك لم يتفق، لم تكن الرئاسة الروسية ضد هذا الموضوع، وأنا أعطيكم معلومات متأكد منها تماما. الرئاسة الروسية حطت أمام على الطاولة، وضعت على الطاولة أمام الفرنسيين والألمان والأتراك مسألة جدول الأعمال ومسألة النقاش على ماذا سنتناقش وعلى ماذا نتفق وعلى ماذا لا نتفق. لم يتفق على جدول الأعمال. لا يمكن للروسية أن تقبل بالطرح الأمريكي الذي تحدث به المبعوث الأمريكي إلى سوريا، وهذا الكلام للافروف وليس لي أبدا، من جنيف تذكرون عدة أيام. وما المشكلة إذا بدأنا بالمفاوضات؟ هذا العرض الأمريكي، المفاوضات مع جبهة النصرة. يا إلهي، ما هذا الكلام؟ يعني المنظمة، منظمة القاعدة بسوريا يطلب الأمريكي من الروسي والسوري أن يفاوضها وأن يزيح بذلك مسألة النقاش مع الأتراك مباشرة. هذه مسائل أكبر بكثير من مسألة أن يعني من مسألة أن البرنامج عند الرئيس الروسي لن يتغير البرنامج عند القيادة الروسية وعند الرئيس الروسي. مسألة محسومة بأن الإرهابيين أينما كانوا في العالم، أين لا يمكن التفاوض معهم إذا أصروا على قتل الآخرين لأنهم تكفيريين أو لأنهم هو إلى آخره. هذا موضوع محسوم أبدا، هذا لا مجال للنقاش فيه. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، اللقاء مع الرئيس التركي قد يتم، وأنا أتحدث عن مصادر من وزارة الخارجية الروسية، قد يتم خلال 4-5 أيام. ولكن أيضا الحديث عن مسألة ما هو البرنامج وعلى ما قد نتفق عليه بمسألة القضاء على الإرهابيين الذي اتفقنا عليهم منذ العام 2018 هو الأساس. إذا لم يكن هناك برنامج وإلا الحديث. طيب إذا لماذا قد يكون هناك لقاء؟ هل بشكل آخر لإنزال رجب طيب أردوغان من على الشجرة بوصفة روسية أيضا هذه المرة؟ ماذا دكتور عباس؟ نعم، ربما هذه سياسة. يعني لا أقول لك بأنه أردوغان يريد
للأمانة لنتحدث بصراحة يعني نعم. عرفتي أردوغان تسلق شجرة أكثر من سلم روسي يحتاج إليه لينزل عنها، أكثر من سلم، السلم الروسي لا يكفيه صدقني تماما. لا هو على علاقة جيدة مع الغرب ولا علاقة جيدة مع الأمريكي ولا علاقة جيدة مع الروسي. الآن يجب أن يكون عدة سلالم، الروس قد يقدمون له سلما ولكن تحت شرط، مسألة الإرهابيين لا مجال للتفاوض عليهم. نعم، وصلت الفكرة في هذه النقطة، بات معي دقائق معدودة. أعود إليك ضيفي من جدة دكتور محمد الحربي، لو سألتك عن مستقبل العلاقات التي تجمع بين روسيا وتركيا، كيف تلقي إدلب بظلالها على هذه العلاقات، وما هي أهمية إدلب في تلك العلاقات؟ أستاذ وعد، مثل ما قلت لك أنه هي لا تشكل إلا 6% من المساحة أو 7% من المساحة السورية طيب كاملة. ليش بتمسكين الطرفين بها؟ دكتور محمد يعني أوكي. هذا الكلام يفتح أوكي. سؤال كبير جدا، لماذا يتم أوكي. التمسك بإدلب من قبل كل الأطراف؟ هنا أتحدث عن الروس والأتراك. هي المنفذ إلى المياه الدافئة، إلى اللاذقية والبحر الأبيض المتوسط، هذا الكلام يطول شرحه، لكن خلينا نتكلم. روسيا تتعامل مع الموضوع ببراغماتية واضحة، الأتراك يتعاملوا مع الموضوع بالانتهازية، فالموضوع برمته يعني لو أخذنا يعني الآن مضطرب، يعني مثل ما قلت لك موضوع الموضوع جيوستراتيجيا معقد، داخل فيه عدة أطراف، لكن لا أتوقع أي مصادمات أو مواجهات مباشرة في مسرح العمليات، لأنه مسرح العمليات كبير وهو أعماق كثيرة، مثل ما تفضل الدكتور عباس قال إسرائيل داخلة في الموضوع وأمريكا داخلة في الموضوع، عدة أخطاب يعني. فنقول الآن لا نتوقع مواجهات مباشرة، لكن نقول المسألة الحل حقيقة، أرجع أكرر واللي يسمح للصديق عباس، محور الحل بيد واشنطن، محور الحل بيد واشنطن. الحل يعني ما أتكلم عن الموضوع الآن، نأخذ الحل العسكري، هذا جانب طبعا العسكري والهذا، لكن ندخل الموضوع في الجيوبوليتيك، الأرض الجغرافية. الأمريكان الآن متواجدين في شرق سوريا، شمال وشرق سوريا، أرياف فرق، قدير الزور، الحسكة، وحتى البو كمان، وجنوبا التنف، يعني أخذين مساحة شاسعة. أبار النفط 75% من إنتاج أبار النفط، وعلى رأسها حقل عمر متواجد تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، هي المحور وهي الحل. يعني لو قلنا يطبق على الرئيس التركي، يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. هذا مثل يعني صحيح. يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي. طيب. فالأمور كلها متداخلة والخاسر الأكبر الشعب السوري. دكتور إدموند، عاد رجب طيب أردوغان ليسمعنا الأسطوانة المشروخة يتحدث عن نيته بالقيام بعدوان عسكري جديد على مناطق شمال شرق سوريا، والحديث عن كما يدعي منطقة آمنة. برأيكم الآن في ظل كل هذه الظروف والمتغيرات الجديدة والكبيرة على الأراضي السورية، هل لديه القدرة وهل ستسمح له واشنطن بالقيام بأي عمل عدواني عسكري جديد؟ دكتور إدموند. فعلا لا أحد يعلم بالضبط، ولكن أعتقد أولا أن إذا نظرنا إلى الموازنة على الأرض السورية، على الرغم من أن تركيا لديها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي ولديها قدرات عسكرية كبيرة، إلا أن الجيش التركي قد أصبح أضعف أيضا بعد المحاولة الانقلابية وإبعاد عدد كبير من الضباط الذين كانوا يتهموا بأن لهم دور أو كان هناك أسئلة حول ولائهم. ولكن على الرغم من ذلك لا تزال لتركيا قدرات عسكرية كبيرة، ولكنها غير قادرة على المدى البعيد على مواجهة القوات الجيش السوري، طبعا مدعوم روسيا والمدعوم إيرانيا وبدعم من حلفاء آخرين على الأرض، وبالتالي فإن هذا سيؤدي إلى مواجهة كبيرة. ومن هنا هناك خشية من أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد وربما تداعيات أكبر من موضوع إدلب أو حتى ربما من الموضوع السوري. ولكن إجمالا لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ترغب في حدوث
ذلك. وأيضا الرئيس التركي ربما لا يزال يبحث بعد اتصاله اليوم مع الرئيس الروسي. برزت بعض المؤشرات التي تدل على أن هناك ربما على الأقل بعض الأبواب التي تم أو النقاط التي تم الاتفاق أو على أنها يجب معالجتها أو التعامل معها، وهذا ربما قد يفتح الباب أمام طريق جديد للتوصل إلى تفاهمات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأمور التي تحدث عنها بعض الخبراء الروس وأيضا الدكتور عباس، وهي أن أولا مثلا أن موضوع الحظر الجوي في إدلب غير الغربي غير وارد تمام، وأن القوات التركية يجب أن تستمر في التنسيق وعن كثب مع القوات الروسية إذا كانت تريد أن تتفادى أي مواجهات أخرى في المستقبل، بالإضافة إلى وأن فكرة تحرك الطيران التركي فوق روسيا فوق سوريا أمر مستبعد، وكذلك استخدام الدرونز الطائرات بدون طيار هذا أيضا أمر مرفوض، وكذلك عدم تسليم المقاتلين في المعارضة السورية المسلحة والمسلحين الآخرين كانوا في من جبهة النصرة وغيرها صواريخ مضادة للطائرات من صنع تركيا أو مام بادز، وبالتالي فأن هذه هي بمجرد نقاط أو ليست اتفاقات جديدة أو قواعد جديدة، هذه قواعد قديمة، ولكن الروس أرادوا ويريدوا أن يبعثوا برسالة إلى الحكومة التركية وأن يضعوا الأعلام في هذه المنطقة وخطوط حمر توضيح هذه الخطوط الحمر بالنسبة لهم. دكتور عباس بدقيقتين أو حتى أقل دقيقة ونص، برأيكم في ظل هذه النقاط التي تفضل بها مشكور الدكتور إدمون، هل ستسمح روسيا هذه المرة بأي شكل من الأشكال تدخل عسكري جديد تركي في الجغرافيا السورية أم ماذا؟ بدقيقة ونص. سأمت هذه الفرصة لأقول كلمتين. فضل. نحن تعودنا، وأنا منذ عشرات سنوات أعيش في روسيا، تعودنا أن نسمع من المسؤولين الروس ومن المواطن العادي الصداقة والتعاطف الكبير مع أكرار سوريا. هذا شيء أنا متأكد منه تماما. نعم، المطلوب من كل مكونات الشعب السوري أن تكون قوية أمام أي محتل كان، أي محتل كان، وستكون الدولة الروسية مع كل السوريين في الدفاع عن وطنهم. حتى أقول بأن روسيا لن تسمح، هذا يعود إلى الشعب السوري وإلى كل مكوناته. ستسعى روسيا والأيام القادمة إن شاء الله أن لا تأتي بكل الأحوال، وأن تمطرون في المناطق في قامشلي والحسكة وبعض المناطق الأخرى، بأن الجنود الروس والشرطة الروسية بشكل إنساني تتعاطى كاملا بالفرق عن الأمريكي. لن تسمح روسيا. طيب. توقف تماما. أنا لضيق الوقت. السوريين جميعهم واحد. طيب. أنا لضيق الوقت يعني مستمتع جدا بطرحكما أو بطرحكم ضيوفي جميعا. دكتور محمد حربي أختم معك حلقة الليلة بتعقيب أخير منك على كل ما ورد في الحلقة، المنبر لك بدقيقة لو سمحت. الوضع السوري مؤلم وحزين، ونقطة الارتكاز هي الشعب السوري الذي ينساق إلى الموت وليس باختياره. نعرف المقاتلين دائما يدخلون المعارك وما بين الحياة والموت، لكن الشعب السوري لم يخير من جميع الأطراف، نتمنى له الأمن والاستقرار. أما بالنسبة للوضع الآن العسكري فهو طبعا وضع مؤرق ومضطرب، فلا بد له من حل. ووافق الدكتور إدمون غريب على موضوع المسيرات الطائرات المسيرة أو عفوا منطقة الحظر الجوي، لا يمكن السيطرة على منطقة الحظر الجوي لدخول سلاح جديد لا يمكن الضبط وسيطرته وهو المسيرات. يمكن الاتفاق على الطائرات F-16 أو الطائرات الروسية وأي طائرات منطقة حظر جوي، أما بالنسبة للمسيرات لا يمكن السيطرة عليها، وهذه ستكون نقطة اضطراب إن لم يتم تداركها فعليا. فالوضع مقلق
جدا. أما بالنسبة للقرارات فالعودة، الجميع العالم الآن يتكلم عن قرار 2054 ديسمبر 2054 طيب ضيفي 2054 تمام ولا يهمك في ديسمبر 2015 مضبوط. طيب. هذا هو القرار، هو الحل الآن، جميع العالم يتكلم عن هذا الحل والعودة إلى الخيار الوحدة السياسية والأمن. وصلت الفكرة ونكتفي بهذا القدر. ضيفي من جدة دكتور محمد الحربي خبير استراتيجي وسياسي، شكرا جزيلا لك على كل الإضاءات التي أنرت بها حلقة الليلة، وشكر موصول لك ضيفي من موسكو دكتور عباس حبيش متخصص بشؤون العربية الروسية على تلبية الدعوة وعلى كل الإضاءات، وشكر لك ضيفي من واشنطن دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون على كل الكلام القيم الذي أغنيت به الطاولة المستديرة. الشكر الأعظم لكم مشاهدين، على طيب وحسن وكرم تابعة، دمتم بخير، إلى اللقاء.